تتواصل فعاليات قمة رايز أب بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وذلك تحت عنوان رحلة نحو النجاح. وتعد هذه القمة هي أكبر ملتقى لريادة الأعمال بالشرق الأوسط. وللمزيد تنضم إلينا على الهواء من مقر انعقاد القمة الزميلة شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز. أهلا بك شيرين، يعني لو تطلعينا على المزيد عن قمة رايز أب. بالفعل نحن الآن في مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتحديدا في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حيث تتواصل اليوم الثاني على التوالي فعاليات قمة رايز أب السابعة تحت عنوان رحلة نحو النجاح. هذه القمة انطلقت أمس وتتواصل حتى الغد السبت السابع من ديسمبر الجاري. بيعد رايز أب أو هذا الملتقى أكبر تجمع لريادة الأعمال في الشرق الأوسط، بيهدف إلى الربط ما بين رواد الأعمال وشركات الناشئة بالموارد ذات الصلة في جميع أنحاء العالم. بيضم عدد ضخم وكبير جدا من رواد الأعمال وشركات الناشئة والمستثمرين وأيضا المبدعين والمبتكرين والمفكرين. بنتحدث عن 180 شركة ناشئة، 400 مستثمر، 17 فعالية ومسابقة على هامش هذا الملتقى، 200 حلقة نقاشية، أيضا يعني ورش عمل وحلقات نقاشية بيناقش فيها 3000 محاضر ومتحدث. أيضا بنتحدث عن 10,000 زائر على مدى 3 أيام. ملتقى رايز أب يناقش هذا العام أحدث تكنولوجيا في الدفع الإلكتروني، الميزة التنافسية من الدفع الإلكتروني والفوائد التي ستعود على المستخدمين من الدفع الإلكتروني. هذه القضية التي تشغل بال الكثيرين في الفترة الحالية. هذه المناقشات أو هذا المحور بيتم تناوله في الحلقات النقاشية 200 في 7 محاور رئيسية، هي الاقتصاديات الإبداعية والثقافة الإبداعية والنمو والتكنولوجيا المالية ورأس المال الذكي والتكنولوجيا لتحسين بيئة أو تجربة الإنسان والتقنيات الناشئة. بتتواصل هذه الفعاليات في اليوم وحتى الغد، يعني هنا في جامعة الأمريكية بالقاهرة. هذا ما لدينا حتى الآن، وبالعودة إليكم الاستوديو مرة أخرى. الزميلة شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز، شكرا لك على كل هذه المعلومات حول قمة رايز أب بجامعة الأمريكية بالقاهرة. شكرا جزيلا لك.